السلام عليكم، صباح الخير. معكم الدكتور أكرم باصيل من مستشفى الموسى التخصصي، طبيب أسنان عام. اليوم راح نحكي عن الليزر واستخداماته في مجال طب الأسنان. بداية طبعا راح نعرف شو هو الليزر ببساطة. هو عبارة عن شعاع ضوئي بطاقة عالية جدا يتم إنتاجه عبر أجهزة معينة، يعني الشعاع هذا مش موجود بالطبيعة بشكل فعلي، لازم استخدام أجهزة معينة لإنتاج هالشعاع. في بدايات القرن الماضي تم اكتشاف الليزر نتيجة العمل الواسع والمتتالي لمجموعة كبيرة من العلماء، على رأسهم وفي نهايتهم أينشتاين في بدايات القرن الماضي مثل ما قلنا. ومن بداية اكتشاف هالشعاع المميز جدا تم اكتشاف الإمكانيات الهائلة لاستخدام هالشعاع في عمليات متعددة ومجالات متعددة، من ضمنها مجال الصناعات الإلكترونية، مجال الفضاء، قياس المسافات، الصناعات الثقيلة، صناعة الفولاذ، الصناعات الحربية، ومن ضمنها طبعا مجال الطب. الحقيقة أنه الليزر دخل في مجال الطب قبل بكتير من ما يدخل إلى مجال طب الأسنان. في طب الأسنان هو حديث نسبيا، يعني نحن عم نحكي بحدود 30 سنة الماضية بدأ استخدام الليزر بشكل فعال في مجال طب الأسنان. من المعروف طبعا لمعظمنا أنه استخدامات الليزر في الطب، في الأمراض الجلدية، في الحالات التجميلية، إزالة الشعر إلى آخره، وفي مجال طب العيون استخداماته الهامة في تصحيح انكسارات القرنية، وأيضا في علاج اعتلالات الشبكية الليزرية عند مرضى السكري. بالنسبة لطب الأسنان، استخدامات الليزر طبعا هي متنوعة. بشكل رئيسي هي في الجراحة، فالشعاع الليزري يعتبر عبارة عن مشرط. لكن شو هي ميزاته عن المشرط الجراحي العادي اللي بنعرفه كلنا؟ ميزاته أول شيء أنه بيعطينا قطع سريع ودقيق جدا بدون إزاء الأنسجة المجاورة. بنفس الوقت هو بيخثر الدم، نحن ما بنحتاج إلى خياطة وإلى قطع نزف. الشعاع الليزري أيضا معقم، يستخدم في تعقيم الجروح، ولذلك نحن ما بنحتاج إلى مضادات حيوية بعد الجراحة بالليزر. فترة الشفاء سريعة جدا وبدون إزعاج، بدون تشكل ودمي أو أورام أو نزف أو آلام، ما بنحتاج حتى نعطي مسكن. أثناء العملية نفسها إما بنحتاج إلى تخدير خفيف أو في بعض العمليات بدون أي تخدير على الإطلاق. هلأ هاي بشكل عام استخدامات الليزر. فما هي استخداماته بالتحديد؟ نتوسع شوي بالحديث. الليزر يستخدم مثل ما قلنا بشكل رئيسي في الجراحة. نحن بمستشفى الموسى التخصصي عندنا جهاز ليزري متطور فيه 3 أنواع من الليزر. مثل ما حكينا الليزر له أنواع عديدة، الجهاز اللي عندنا فيه 3 أنواع لاستخدامات مختلفة. أول شيء بالجراحة بشكل كتير شائع ورئيسي هو قطع اللسة لعلاج الضخامات اللثوية، سواء كانت التهابية أو ورمية أو نتيجة بعض الأدوية، أو لعلاج الابتسامة اللثوية، بعض حالات الابتسامة اللثوية، أيضا لرسم حدود اللسة في أثناء المعالجات التجميلية قبل تركيب العدسات والتركيب التيجان الأسنان، لرسم حدود اللسة بحيث نحصل على أسنان متناظرة بالطول، كل سن ونظيره له نفس الطول والحجم، وهذا بيعطي طبعا جمالية كبيرة للابتسامة. استخداماته أيضا الجراحية هي في إزالة الكتل والأورام الليفية أو القيحية أو الدموية أو غيرها أو الدهنية من اللسة والأنسجة اللينة على
في الحفرة الفموية. أيضا في علاج التقرحات، في كثير من الناس بيعانوا من تقرحات متكررة مؤلمة ومزعجة جدا، الليزر فعال جدا في علاجها، خاصة القرحات القلاعية والقرحات الفيروسية. شو في استخدامات أخرى للليزر بمجال الجراحة؟ أيضا حالات قطع لجام الشفة العلوية أو لجام اللسان. لجام الشفة العلوية يقطع في حالات الأسنان المتفرقة على الخط المتوسط قبل إغلاق هالمسافة هاي بالتقويم. أيضا لجام اللسان من الحالات اللي معروفة بحالة اللسان المربوط. العمليات هاي كانت جدا مؤلمة ومزعجة وتأخذ فترة طويلة للشفاء، حاليا بالليزر عملية سريعة بسيطة وغير مؤلمة وفترة شفاء سريعة جدا بدون أي إزعاجات. أيضا في المعالجات اللي تعتبر جراحية وتجميلية في نفس الوقت هي حالات توريد اللثة. شو هو توريد اللثة؟ هو إزالة التصبغات السوداء أو البنية القاتمة الموجودة عند بعض الأشخاص على اللثة. سابقا كانت هالعملية تتم بالمشرط، وبإمكانكم تتخيلوا مدى الإزعاج وفترة الشفاء الطويلة اللي كانت تتم بالنسبة لعمليات مثل هذه. بالليزر العملية أيضا سريعة ومريحة جدا بدون أي إزعاج ونتائجها فعالة وطويلة الأمد. في كثير من العلاجات أيضا التجميلية للليزر، أهمها تبييض الأسنان. عملية تبييض الأسنان بالليزر هي عملية أيضا فعالة وسريعة. في سؤال أنه الليزر هل يستخدم فقط في الجراحة أو في التجميل أو يستخدم في علاجات أخرى؟ حقيقة مثل ما ذكرنا أنه الليزر له أنواع عديدة، وحسب نوع الشعاع الليزري يستخدم له استخدامات خاصة فيه. فحاليا الأجهزة الجهاز المتوفر عندنا هو للجراحة والتجميل، يعني للأنسجة اللينة بشكل عام. مستقبلا إن شاء الله في جهاز للعمل على الأسنان وعلى العظم، أيضا تحضير حفر الأسنان وقبل الحشو بالليزر، وأيضا إزالة العظم ببعض الحالات الخاصة من حالات معالجة اللثة. في عنا استخدامات عديدة أيضا للليزر حسب أنواعه، مثل ما ذكرنا في ممكن يستخدم لإزالة الحساسية السنية عند بعض الحالات، بتستفيد الحساسية الأسنان من العلاج بالليزر. أيضا علاج بعض آلام المفصل الفكي الصدغي، كمان بعض الحالات بتستفيد من المعالجة بالليزر. بالنسبة ل في عنا هون سؤال أنه الابتسامة اللثوية هل علاجها بالليزر بكل الحالات؟ الابتسامة اللثوية الحقيقة لها عدة أسباب، فأحد هالأسباب ممكن علاجه بالليزر، وهو الحالة اللي بتكون فيها اللثة طويلة ومغطية جزء كبير من السن بحيث بيظهر السن قصير، فهالحالة بتستفيد من قص اللثة بالليزر. في بعض الحالات بيكون فيها السبب هو فعالية عضلية زائدة للشفة العلوية، يعني بيصير في تقلصات عضلية زائدة عن المعتاد من قبل الشفة العليا أثناء الابتسام أو الضحك. هاي الحالة بتستفيد من المعالجة الحقيقة بحقن البوتوكس اللي بتفيد كتير بإرخاء الفعالية العضلية وبتحل مشكلة الابتسامة اللثوية، بشرط طبعا انه تكون الاسنان طولة طبيعي واللثة ايضا. الحالات اللي بيكون فيها الشفة العلوية قصيرة
جدا. هاي الحالة معالجتها جراحية بإعادة توضيع الشفة العلوية، عملية جراحية بتخلي الشفة العلوية تتوضع بالشكل الصحيح لتغطية الجزء المعتاد من الأسنان. بالنسبة عنا سؤال عن استخدام الليزر في علاج نخور الأسنان، مثل ما ذكرنا في أنواع من الليزر، في أحد الأنواع هو يستخدم لتحضير الحفر بإزالة النخور، تحضير الحفر قبل حشو الأسنان. هل جميع عمليات الليزر لا تحتاج إلى تخدير؟ مثل ما ذكرنا بالبداية أنه في عنا بعض العمليات بتكون فيها آلام بسيطة جدا نحتاج فيها إلى تخدير خفيف. معظم العمليات ما بتحتاج إلى تخدير، هي عمليات سريعة والقطع فيها محدود وما بيزعج المريض أبدا. في أسئلة تانية عندنا. الاستخدامات الليزر مثل ما ذكرنا واسعة جدا حسب نوع الليزر، في أنواع متعددة. الشعاع الليزري هو شعاع ضوئي بالأساس، لكن في منه مرئي وفي منه غير مرئي، وحسب ما يسمى بطول الموجة للشعاع الليزري بتكون استخداماته إما على الأسنان أو العظم أو على اللثة والأنسجة اللينة بالأسنان، أو فيما يسمى بالمعالجة الليزرية المخفضة اللو ثيرابي. هاي أيضا بتفيد في معالجة أمراض اللثة المسببة عن البكتيريا. في التهابات اللثة أيضا بيتم استخدام الليزر لتعقيم ما يسمى بالجيوب اللثوية، وهي معالجة فعالة جدا بتعطي نتائج كتير جميلة بالنسبة لعلاج التهابات اللثة. أيضا في استخدام بالنسبة للأسنان اللي عم يكرروا السؤال عن استخداماته بالأسنان، الليزر اللي عم نستخدمه نحن حاليا بالنسبة للأسنان هو لتعقيم الأقنية الجذرية أثناء معالجة الجذور. معالجة الجذور بالحالات الخراجات والحالات الإصابات العفونة بالجذور، أثناء معالجة الجذور يعني سحب العصب، نستخدم أيضا الليزر لتعقيم الأقنية، هو أيضا فعال جدا في عملية التعقيم. سؤال عن الليزر اللي بيشيل التصبغات اللي في الجلد. الليزر اللي بيشيل التصبغات في الجلد هو طبعا مختلف، وهذا موجود في قسم الأمراض الجلدية والعلاج التجميلي بالمشفى. مثل ما ذكرنا مرد من عيد، أنواع الليزر متعددة جدا حسب ما يسمى بالوسط الليزري اللي عم يتم إنتاج الشعاع الليزري منه، وحسب طول الموجة اللي عم تنتج عن هالوسط الليزري. شو في عنا أسئلة تانية؟ الليزر والابتسامة اللثوية حكينا عنه من شوي، ما كان معنا السائل حاليا. مرد من عيد، الليزر يستخدم بفعالية في علاج الابتسامة اللثوية بحالة كون السبب هو اللثة الطويلة والأسنان القصيرة، وبعملية قطع اللثة بيتم معالجة هالحالة. في تصبغات على اليدين،
هالحقيقة هاي الحالة كمان إنه بقسم الأمراض الجلدية بيشخصوا الحالة وبيشوفوا إمكانية إزالة هالتصبغات حسب نوعها بالليزر. في علاجات طبعا لهالحالة الأمراض الجلدية. شوفي عنا أسئلة ثانية. يبدو الأسئلة اللي عن الجلد أكثر من الأسئلة اللي عن الأسنان. أكيد طبعا استخدامات الليزر بالمجال التجميلي كمان واسعة جدا مثل ما ذكرنا بالبداية، ومن ضمنها أيضا طب الأسنان في مجال تجميل الأسنان قبل عملية التركيبات، رسم حدود اللثة. الليزر كثير بيعطي نتيجة جميلة جدا، وأيضا بمجال تبييض الأسنان كمان استخداماته التجميلية للليزر، ومثل ما ذكرنا إزالة التصبغات اللي موجودة عند بعض الأشخاص على اللثة كمان بفعالية كبيرة جدا. في عندنا أسئلة تانية. الليزر بيضعف الأسنان؟ طبعا هذا سؤال عام جدا إنه بيضعف الأسنان. لا، ما بيضعف الأسنان الليزر، لأنه عمله محدود مثل ما قلنا بمنطقة معينة ومنطقة محدودة جدا وبفعالية وبسرعة، وحسب استخداماته إذا كانت ضمن الاستخدامات المعدة له ما في أي أذى منه أبدا. أفضل حل للأكزيما، نرجع للأسئلة المخصصة للأمراض الجلدية. طبعا في إلى علاجات عند قسم الأمراض الجلدية والعلاج التجميلي. الليزر بيشيل التصبغات البنية، طبعا مثل ما ذكرنا أنواع التصبغات اللي موجودة على اللثة، في منها السوداء وفي منها البنية القاتمة، والليزر فعال بيشيلها اثنينها النوعين. عمل الليزر بيأثر على الهرمونات أثناء الدورة الشهرية؟ لا، ما في له أي تأثير. الأفضل التبييض المنزلي أو الليزر؟ بالنسبة للسرعة طبعا الليزر، التبييض بالعيادة هو أسرع. التبييض المنزلي فعال كمان ولكن بياخذ فترة أطول. الميزة بالتبييض المنزلي أنه بإمكان الشخص يتحكم بدرجة التبييض اللي بده اياها، وقت اللي بيوصل للدرجة اللي بده اياها بيوقف عملية التبييض. ايضا بيتحكم بحالة الحساسية المسببة عن معظم مواد التبييض، بعض الناس بتحسس منها اسنان اكثر من غيرها، فبيوقف عند الحاجة وقت اللي بيلاقي انه هو ما بامكانه يتحمل التبييض. الليزر بيأثر على الأسنان الحساسة. مثل ما ذكرنا الليزر بيعالج بعض حالات حساسية الأسنان. هو إذا كان السؤال إنه بيسبب حساسية، لا طبعا ما بيسبب الحساسية إلا أثناء عملية التبييض، لكن هالحساسية مش ناتجة عن الليزر، هي ناتجة عن مادة التبييض وعن عملية التبييض. أما بالنسبة لبقية المعالجات فما بيأثر على حساسية الأسنان، ما يعني ما بيسبب حساسية أسنان. نرجع للأسئلة الجلدية. طبعا بقسم الأمراض الجلدية وقسم العلاج التجميلي بالأمراض
مستشفى بيفيدكم أكثر بالنسبة للتصبغات الجلدية على اليدين أو الوجه أو بأماكن أخرى من الجسم. إن شاء الله نكون يعني أعطينا فكرة شوي نوعا ما مختصرة ولكن شاملة عن الليزر واستخداماته بقسم طب الأسنان بمستشفى الموسى التخصصي. في عنا عدة أطباء مدربين بشكل جيد على استخدامات الليزر للمعالجات المختلفة سواء التجميلية أو الجراحية، وجاهزين لاستقبالكم وأعطاكم استشارتنا في أي وقت. كيف المحافظة على نتائج التبييض لأطول فترة؟ طبعا التبييض ما هو حل أبدي مثل أي معالجة، ما هي أبدية، أكيد تحتاج للتبييض عدة مرات، ولكن الفترة بتعتمد عليك أنت بالدرجة الأولى حسب إذا كنت مدخن أو لا، تشرب المشروبات المصبغة، القهوة، الشاي، الكاكاو، العصائر، هاي كلها فيها مواد مصبغة. وبالطبع العناية، يعني ترك المواد المصبغة على تماس مع الأسنان لفترة طويلة كثير أكيد راح يسرع عملية إعادة التصبغات على الأسنان. التنظيف والتفريش بشكل منتظم وبشكل ما يخلي المواد المصبغة على تماس لفترات طويلة مع الأسنان راح يخلي عملية التبييض نتائجها طويلة، بتوصل أحيانا لثلاث سنين حسب العناية. الأسئلة كتير على النواحي التجميلية أكثر، هذا شيء طبعا مفهوم، نحن بعصر الاهتمام كتير بالمظهر، وأهم شيء بالمظهر هو الابتسامة، لأكيد أنه هي أول ما بيواجهه الإنسان هو الابتسامة والأسنان، ضمن هي أكيد الأمور اللي مهمة للابتسامة. سؤال شوي يعني ما فهم، هل علاج الليزر في له أثر في المستقبل؟ أثر يعني إيجابي أو سلبي؟ أثار سلبية ما له طبعا إذا كان هذا هو المقصود بالسؤال. ابتسامة هوليوود لها ضرر على الأسنان؟ سؤال حلو جانا عن الليزر، هل له علاقة بالتقويم؟ نعم، في مثل ما ذكرنا هو عملية قطع اللجام الشفة العلوية وقت اللي بيكون متوضع بشكل منخفض بين الأسنان على الخط المتوسط عم يسبب فراغ بين الأسنان على الخط المتوسط، قطع هاللجام وبعدين عملية التقويم اللي بتسكر المسافة. أيضا في عمليات الناب المنطمر الكشف عنها جراحيا بالليزر حتى يتم وضع البريسز التقويمي عليها وسحبها إلى مكانها في الفك من قبل طبيب التقويم. هدول الحالتين الأساسيات في مشاركة الليزر في علاج التقويم. الابتسامة هوليوود طبعا هذا حديث شوي واسع، هي عدة حالات في بنسميها نحن ابتسامة هوليوود، سواء بالعدسات أو التركيبات التيجان الكاملة أو أحيانا بالحشوات التجميلية. الضرر يعني هو ما بنقدر نقول ضرر، عند لزومة هي مفروض أنها تنعمل، لكن بدها تندرس بشكل جيد مع طبيبك ويعطيك الخيارات كلها لحتى تكون على بينة من الاحتمالات اللي راح تكون للمعالجة.
امتى بنحط التقويم؟ طبعا هذا حسب حالة الإصابة اللي بتحتاج للمعالجة التقويمية، وهذا بيتقرر بالاستشارة مع أخصائي التقويم. ابتسامة هوليوود بإمكاننا أنه نتراجع عنها. طبعا لازم تعرف أنه وقت اللي بتقرر أنك تحط العدسات أو التركيبات فهذا القرار نهائي، لا يمكن التراجع عنه. ما في بعض الدعايات اللي بتقول لك انه العدسات اللي بدون برد هدول ما بامكانك اذا ما عجبتك النتيجه تشيلهم، هذا الكلام غير صحيح. مجرد ما حطيت العدسات او التركيبات على اسنانك فهذا القرار لا يمكن التراجع عنه، لذلك بدك تكون اخذ هالقرار وانت معتمد عليه نهائيا وعارفان هالامر هذا. بعتقد انه في اسئلة تانية. خلصنا يمكن الاسئلة. شكرا لكم على حضوركم معنا. بعد فك التقويم بسنة ترجع الاسنان تخرب وتكون بينهم مسافة، ما الحل؟ طبعا هذا بعد نهاية التقويم في شيء اسمه التثبيت، طبيب التقويم راح يشرح لك عليه وراح يعطيك الجهاز المثبت وتعليمات وضعه والفترة اللي لازم توضعه فيها. هل الليزر علاج جيد مع الأطفال أم أنه فعال مع الكبار فقط؟ لا طبعا ممكن استخدامه مع الأطفال في كثير من الحالات، وخاصة حالات اللسان المربوط، يعني معالجته بفترة مبكرة بتكون حل كتير حلو لتجنب مشاكل النطق خاصة في بعض الحالات. شكرا لكم على حضوركم، بانتظاركم دائما بقسم طب الأسنان بمستشفى الموسى لإعطائكم استشارتنا في كل ما يتعلق بالمعالجات المختصة بالليزر أو بغيره الجراحية والتجميلية.